10 أشياء مجانية تقدر تسويها بالعمرة. كل هاي الباصات تروح بيها من الفندق للكعبة ومن الكعبة للفندق 24 ساعة مجانا. اسأل أحد الحرس الموجودين ورح يدليك عن البوابة اللي يوزعون بيها القرآن الكريم وحصلت كتابيا مجانا. وبكل مكان رح تشوف هاي الكراسي تقدر تستخدمها مجانا. وحتى ماء زمزم هو أطهر المياه بالعالم، تقدر تشرب وتاخذ وياك ايش قد ما تريد مجانا. والأجانب اللي يجون وما يفهمون اللغة العربية ينطوهم هذا الراديو مجانا بقنوات الترجم إلى كل اللغات. وتقدر تدخل كل المنتزهات وكل المولات وتصعد على كل الجبال وتدخل كل المساجد والمزارات مجانا. ومنها تقدر تستلم مجانا العربات اليدوية لكبار السن. ومن خير المدينة يوزعون مي وكيك، وبمكة تشوف بكل مكان يوزعون تمر مجانا. وبرمضان سفرة الفطور والوجبات تتوزع بكل مكان مجانا.